يا عبد الله، إن الإنسان لا يغفل، وقد أدركت في غيابك ما لك في قلبي من الحب، فأنت وأخوك سواء عندي. أما الحجابة فقد أجلت النظر فيها، لا أقدمك عليه ولا أقدمه عليك، ولا أنظر في السن، ولكن أنظر في الموهبة والقدرة، فاستبق الخيرات، فمن كان منكما أرجح رأيا وأشد عزيمة قدمته. والتقديم للولاية لا يعني بالضرورة التقديم في المحبة، لا، ولكنها أمانة نحن مسؤولون عنها، أمانة البلاد والعباد، فلا نقدم إلا ما يصلح لها، وإلا نكون قد خنا ذمتنا وهدمنا ما بنينا. هل تعي قولي؟ إذن نستقبل معا ولا نلتفت إلى ما استدبرنا، وإني خارج في الصائفة إلى الثغور كالعادة، وغايتي قشتالة، وقد انتدبتك لتكون في صحبتي، تسمع وترى وتشركني أمر، فلا تقل بعد ذلك إن أباك لا ينتدبك للمهمات الكبيرة. ما الذي غير أبي؟ أعني إنه لم يحسن لي في حياته كلها كما يحسن الآن. ألست سعيداً؟ لا أدري حتى أعرف غايته. غايته؟ وأي غاية له في إحسانه لولده؟ هو لم أكن ولده قبل الآن، فلماذا جفاني كل تلك السنين وغير الآن فجأة؟ هل تعرف شيئاً لا أعرفه؟ وأي شيء؟ إلا أنني سعيد بكل هذا وكفى. أن نوافيه عند مدينة سالم لنخرج معا لغزو قشتالة. هل؟ لا أدري، أعني لا أظن ذلك، كيف له أن يعلم؟ ولو علم لبدأ بولده، ولكنه اصطحبه معه هذه المرة، وليس المنصور بالذي يؤخر انتقامه وهو يرى أنه قادر. يأمرك الملك المنصور أن تشخص إليه في قبته. السلام على المنصور ومن؟ اجلس يا أبا يحيى. هؤلاء قادة جندك، وقد رفعوا إلينا شكواهم، يقولون إنك تحجب عنهم أرزاقهم ولا تعطيهم مما قسمنا لهم إلا أقله، وتحتجن لنفسك المال، وقد جاءونا بالبينات، فما قولك؟ أنا لا يقال لي ذلك. قد قيل لمن هو أعلى منك، المصحفي، لا أحد فوق المساءلة. حقا؟ لا أحد فوق المساءلة؟ ومن يسائلك أنت في أمر الخليفة؟ ها
احمله إلى قرطبة فلينزله ولدي عبد الملك في سجن الزاهرة حتى نقضي به كما قضينا في غيره. ليكن شعارك شعار الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. القوي منكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له. ولا تقبل شفاعة في أحد، وساوي بين الناس في التهمة والعقوبة في الجرم الواحد، فإنك إن استثنيت واحدا فقط رجع الناس عليك لمن أخذتهم من قبل وقالوا كان كله ظلما، فيحبط عملك كله وتفقد صدقك وهيبتك بين الناس. واعمد إلى الأقوى ليرتدع من هو دونه، ولا تضعف مهما بلغت الأحمال. وإذا عزمت وأعلنت بعزمك فلا ترجع أبدا، فيظن الناس بك الخوار، إلا أن ترى رأيا أشد حزما وأحسن عدلا. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ما أردنا إلا صلاح أمره وتسكين خاطره ورده إلى الحق، ولكنه خاف خوف المذنب والتجأ إلى عدو الله وعدو الأندلس وعدوي صاحب قشتالة. لا والله ما هو ولدي، لا والله ما هو ولدي، ولا أرجع عن صاحب قشتالة غارسيا حتى يسلمني إياه فأخذه بجرمه، ولو كان آخر عهدي بالدنيا. وحق الرب ما كان بيننا وبين ولد الملك صلة حتى قدم علينا والتجأ إلينا. فانطلقوا عائدين. عساك بخير يا سيدي. هل ننطلق يا سيدي؟
افعل كما أمرت يا سعد، فلكل أجل كتاب، وإنما يقضي أبي هذه الحياة الدنيا. لا حاجة بكم لأن توثقوا يدي، فإني ساكن النفس. تعجلوا. تعجلوا. يكون أكثر عزما منك وهو يقبل على حتفه. كيف فعلت هذا بولدك يا أبتي؟ حتى ولو كان ولدي، فقد برئت منه وبرئ مني حين التجأ إلى عدو الله وعدو الأندلس وعدوي. فهل أقبل منه ما أهلكت به غيره؟ ومع ذلك فهو ليس ولدي. كيف تقول هذا يا أبتي؟ أمر قديم، وقد بقيت منه في شك حتى خان عهدي، ثم تآمر علي مع التجيبي والتجأ إلى العدو، فقطعت الشك باليقين وعلمت أنه ليس من صلبي. السلطان لك روحا، لم تعامله يوما كولدك، وإني لا أعلم السبب. تشك في بنوته لك، وتحسب الآن أنك قتلت رجلا غريبا عنك. أقسم بالله العظيم على كتابه الكريم قسما مغلظا أن ولدي عبد الله هو ولد محمد بن أبي عامر، وعليه أشهد الله تعالى وألقى وجهه الكريم. عشت أعواما في عذاب الشك، وعليك منذ الآن أن تقضي بقية حياتك في جحيم اليقين. السلام على أمير المغرب زيري بن عطية. وبعد،
فقد توصل إلينا ولاؤكم لأمير المؤمنين هشام بن الحكم المؤيد بالله، وكرهكم لما فعل المنصور بن أبي عامر به، إذ حجر عليه واغتصب حقه في الملك، وما بقي في الأندلس والمغرب رجل يشار إليه بالبنان غيركم. وإن أمير المؤمنين ليستنصر بكم، وقد عقد عليكم رجاءه، فإن أجبتم أمددناكم بالمال الذي تحتاجونه لتجهيز حملة كبيرة تجوزون بها بحر العدوة إلى الأندلس، فتعيدون الحق إلى نصابه. والسلام عليكم ورحمة الله. السيدة أم هشام المؤيد بالله. قد أسمعت سامعاً وانتخت بصاحب نخوة. أبشر يا ولدي، قد اقترب الفرج إن شاء الله. قد أجابني ابن زيري لما دعوته إليه، وهو أقوى أمراء المغرب، وتأتمر بأمره أمه، وسأخرج له الأموال التي يجهز بها حملته. في خزائن القصر 6,000 دينار، أخرج له منها 80,000. ألا تيأسين يا أم هشام؟ لا أيأس حتى أستنفد عذري وأسبابي وما زال بيدي منها. وكيف ترجين أن تخرجي كل تلك الأموال من القصر والحرس والعيون تحيط به؟ صدقة أمير المؤمنين والسيدة أمه لفقراء البرتغال. اترك
خزانة القصر نشدتك الله، إنهم يحملون المال، أبحرس العامري والفتيان العامريون. انهض لحقك، أريهم أنك الخليفة. لماذا لا تنهض؟ ألا تسمعني؟ قد اقتحموا حرمة القصر وأنت جالس هنا كأن الأمر لا يعنيك. سلبوك الملك والآن يسلبونك أمواله. بحق الله افعل شيئا. لا شأن لي. بلى بلى، لي شأن، أنا الخليفة أمير المؤمنين سيدك ومولاك. كيف يسمح الخليفة بإخراج مال الخلافة إلى العصاة المتآمرين؟ عصاة؟ عصوا من؟ ها؟ عصوا من؟ قد علمت يا مولاي أن هذه ليست كلها خاصة مالك، إنها أموال المسلمين أيضا يا أمير المسلمين، وحقها تستعمل في شؤون الخلافة فضلا عن الخليفة. شؤون الخلافة؟ أين هي شؤون الخلافة؟ أنا المتصرف بها عنك، ولذلك نقلتها إلى خزانة الدولة عندي أمام شهود، عدت ودونت وحفظت تحت أبصارهم، وقد وقعوا على صك بشهادتهم. أما أنت يا مولاي فلن تشكو من قلة المال، وأنا كفيل بذلك. وماذا أفعل بالمال؟ هذا بالإضافة إلى ضيعك الكثيرة التي كنت مدبرها والناظر عليها في الزمان الغابر. والآن ألا يسلم كل منا بما قدر له فيريح ويستريح؟ لقد سلمت منذ زمن وتفرغت للعبادة حقا. عظيم، ولكن هناك من لا يصدق هذا ويروج في أوساط العامة خلافه، وذلك ينذر بالفتنة، والفتنة تنذر بسفك الدماء وتقطيع الأرحام، وهذا ما لا يحب أمير المؤمنين أيده الله أن يقع بين رعيته، فينفرط عقد السلطان على الجملة ويطمع العدو في الأندلس. إذن نقطع الشك باليقين ونفوت الفرصة على أهل الشرور والمطامع إلى الأبد، فتكون هذه هديتك العظمى إلى رعيتك. وهؤلاء الوزراء والقضاة ينتظرون في المجلس ليشهدوا توقيعك على مرسوم لا لبس فيه، أنك قد عهدت إلي بتصريف أمور الخلافة كلها لتتفرغ للعبادة، وأنك لهذا السبب قد أذنت بنقل أموال الخلافة كلها إلى دار الخزانة في الزاهرة. ولكي نقطع ألسنة المرجفين، نخرج غدا في موكب عظيم يشق طرقات قرطبة، ليعرف جميع الناس أن الخليفة على رضا من صاحب دولته، فتسكن خواطرهم وتطمئن قلوبهم.
قد شهدتم فوقعوا جميعا على توقيع أمير المؤمنين أيده الله. هذا مرسوم أمير المؤمنين هشام بن الحكم المؤيد بالله، يعهد فيه إلى المنصور محمد بن أبي عامر بأن يدبر عنه أمور دولته ليفرغ للعبادة والتقرب إلى الله، وعليه توقيعه وختمه وتواقيع الوزراء والقضاة والشهود. هل تشهدون؟ اللهم نعم. اللهم نعم. هل يعقل هذا؟ هل يعقل هذا؟ أمر غريب أرأيت كيف تحبك رعيتك يا أمير المؤمنين؟ يا ولدي، عرفت كل شيء؟ لقد انتهى هذا الصراع مع أبي عامر يا أم هشام، انتهى إلى الأبد، وهذا أمر الخليفة. أعلم. قد نظرت اليوم إلى العامة وهي تهتف لي، فحدثتني نفسي أولاً أن هؤلاء ينتظرون أمري في تلك الساعة لينقضوا عليه لو شئت، وأنهم مستعدون لبذل دمائهم وأرواحهم في سبيل خليفتهم. ثم قلت إن حبا عظيما كهذا الحب لا يجزى بأن يضحى بدماء أصحابه، ولو كان في سبيلي، في سبيل الخليفة صاحب البيعة. فما أفدح الثمن وما أقل البيع، فإن كان لابد من ضحية وشهيد فأنا تلكم الضحية وأنا ذلكم الشهيد، فلعل هذا خير ما أجزي به رعيتي على حبها ووفائها، وغاية ما يسعني أن أصنع لهم إذ عجزت عن صنع غيره، فقد أحبوني لما صنع بي لا لما صنعت لهم، فليكن هذا صنيعي فيهم. لو كان الإنسان يعيش حياته مرتين لوددت أن تعود طفلا يا ولدي ونبدأ من جديد. Thank you.
فعله لهم هشام كي يصرفوا له حبهم كله. إنما يعطفون عليه لأنه لم يسمح له أن يفعل ما ينبغي للخليفة أن يفعل. حتى أنت يا علي، ألا نصعد إلى المنظرة يا سيدي؟ رغبة صاحب قديم. انظر هناك يا سيدي، قرطبة، قرطبة العامة، مادة الدولة والرعية. في زمن بعيد بعيد كنا هناك يا أبا عامر، خان أبي حمدون، أنت وأنا وعمر رحمه الله وزياد رحمه الله، وكنت تحب أن تصعد سطح المنزل الوضيع الذي كنا نعيش فيه وتنظر إلى الزهراء من بعيد وتحلم. تبدو قصية، مكانا محرما إلا لخاصة الخاصة، وتتساءل ما الذي يجري هناك في دنيا أخرى ليست كدنيانا. هناك الحل والعقد، هناك تتقرر المصائر الكبرى للأندلس، هناك المال والجاه والسلطان. وكنت تنتقد وتقضي وتحاكم بقلب العامة وضمائرهم حين كنت منهم وفيهم. والآن أنت هنا سيد الأندلس وملك ملوك الأرض في الزاهرة العامرة، حيث الحل والعقد، حيث المال والجاه والسلطان، حيث تتقرر المصائر الكبرى للأندلس. ومن يدري، لعل فتى بعيد النظر عظيم الطموح شجاع الفؤاد يقف الآن على سطح منزل هناك في قرطبة العامة وينظر إلى الزاهرة ويحلم ويخطط كما كنت تحلم وتخطط، وينتقد ويحاكم كما كنت تحاكم وتقضي. فأين أنت الآن يا سيدي المنصور مما كان الفتى القادم من ريف الجزيرة الخضراء محمد بن أبي عامر؟ وأين الحق والحقيقة، هناك أم هنا؟ لعلها هنا وهناك معا. ربما، فكيف نصل الحقيقة هناك بالحقيقة هنا؟ كان الجواب حاضرا عندك في الأيام الخوالي يا أبا عامر، الشورى والإنصات إلى صوت العامة، فإن الأمة لا تجتمع على باطل، وإن تخطئ الجماعة خير من أن يصيب الفرد، فإنه إن أصاب مرة أخطأ مرات ثم لا يجد من يلتمس له عذرا. أين ذهب زياد؟ وأين ذهب عمرو؟ وأين ذهب إبراهيم؟ وأين ذهب الآخرون؟ لم يبقى إلاك أيها المنصور العظيم، وأنا علي صاحب الدرس القديم، فما الذي يبقيني معك يا سيدي بعدهم؟ قد ذهب الأقوياء جميعا، فلماذا تستبقيني يا سيدي إلا أن أكون ذلك الضعيف الذي لا يخشى شره؟ وكأن القوة في غير صاحب السلطان شر دائما أو نذير بالشر، وأنا لا أريد أن أوصف بالضعف كما أني لا أريد أن أنذر بالشر. لا ضعيف عاجز ولا قوي متهم. خاتم صاحب الحسبة يا سيدي، هذه أمانتكم ردت إليكم. دائما عندي أعظم الرجال على الرغم من كل شيء يا أبا عامر.
أيا لك نظرة أودت بقلبي وغادر سهمها قلبي جريحا فإما أن يكون بها شفاء وإما أن أموت فأستريح. تستطيع أن تطمئن منذ الآن. أنا أيضا سأتفرغ للعبادة. كنت أعلم أن فوزك محتم آخر الأمر، ولكن كان يجب أن أبذل جهدي كله. لم تغلبني لأنك الأقدر، ولكن لأنه ما كان بوسعي أن أقطع ذلك الحد الدقيق بين حيز الحريم وحيز الرجال، وهو حد دونه كل الرجال. وأنا امرأة واحدة، سلطانة، ولكن امرأة واحدة، والذين وضعوا ذلك الحد سيكذبون علي ويطعنون بي ويتهمونني، وهذا هو الخسران الحقيقي يا أبا عامر. لا الخسارة للرجل الذي ما صرفني حبه عن صراع السلطان، ولا صرفني صراع السلطان عن حبه. لا عاش من يتهمك أو يطعن فيك يا صبح، يا أورورا. ما زلت تذكر؟ لم أنس حتى أذكر. تفضل يا سيدي. مرحبا يا إبراهيم. سيدي المنصور، هل نمضي إلى البيت؟
أن تتأخر عن زوجك وولدك. أحسني لزوجك، إنه رجل عظيم. حمدون، ألا تسلم على عمك أبا عامر؟ شكرا للملك المنصور على أن أخرجني من السجن الذي أنزلني فيه، ثم أبى إلا أن يسحبني بنفسه إلى منزلي. لو كان منزلي يليق بالملك المنصور لدعوناه إليه. أحسن المنازل منزل المروءة. الذي عجلك إلي في جوف الليل؟ لا بأس عليك يا صبح. لا بأس بعد اليوم يا محمد. أنا لم أستطع أن أقطع حاجز الحريم إلى دنيا الرجال، أما أنت فقد قطعته إلي. أليس ذاك الفتى هشام روحا عظيما حين أذن لك ولي بلحظة الوداع الأخير؟ لا تقولي هذا. أردت أن أختم سيرتي معك كما بدأتها يا محمد. والله لقد أحببتك كما لم تحب امرأة رجلا.
ولكن لا ريبة ولا دنس، أليس كذلك؟ بلى بلى. لا يكون دنس في الحب الصادق العظيم ولا اعتذار عن الحب، وهو من الفطرة التي فطر الله عليها الناس. بلى بلى يا أعظم النساء والرجال، يا صبح، يا أورورا. غزا المنصور زهاء 56 غزوة لم تهزم له فيها راية واحدة، ووصل إلى حيث لم يصل أحد قبله. وأخيراً تحققت أمنية المنصور في أن يدركه الأجل وهو في الجهاد. حكم المنصور 27 عاماً، على أن الدولة العامرية القوية التي أقامها لم تلبث بعده غير سنوات معدودات، واجتاحت جموع الثورة العارمة الزهراء والزاهرة، وكانت عناصرها من جميع الطبقات والفئات والمشارب، من العامة الذين ضجوا من طغيان خلفه وفتيانهم، ومن بني أمية الذين تغلب المنصور على خلافتهم، ومن سائر بيوت العرب الذين استأثر العامريون دونهم بالسلطان. وتوالت الفتن على الأندلس، وسعى كل مستبد طامع إلى اقتطاع إمارة له في ظل الفوضى العارمة وانهيار السلطة المركزية. وما أن انقضى النصف الأول من القرن الخامس الهجري حتى كانت الأندلس قد دخلت في عصر جديد، عصر ملوك الطوائف.